أنا أقدم لكم بعض الأمثلة أحبتي وتختصر المسألة بالأمثلة تظهر. وقلت البحث ليس بحثا تخصصيا. ها هنا واحد في اليوم دخل على معسكر لضباط قوات خاصة. هذا جاي من منطقة نائية جدا وماكو لا شبكات تواصل ولا وسائل إعلامية توصل. افترضوا هكذا فجأة جابوه وخلوه بوسط هذا المعسكر، معسكر الكلية الحربية. من دخل نظر إلى بعض فوجد بأن بطون تداس بالأرجل، وهناك أكو أسلاك شائكة يؤمر فيها الطلاب مثلا أن يناموا عليها، وشاف هناك مستنقع قاذورات، وهناك من يأمر أيضا الطلاب بأن ينغمسوا الفوق رؤوسهم بها، وهناك فد واحد يطعم من لحم الحياة يا أفعى حية خلينا بيدا هكذا، وهو لازم يلزمها ويسلخ جلدها وإلى آخره، ودماء سائلات ووضيعية وأنين وإلى ما هنالك. هذا من شاف هذه المشاهد رأسا حكم، قال هذه هذا المكان هذا إما مكان سايب ما له صاحب ولا مدير، وكل واحد عم يشتغل لبده إياه، والأقوى يأكل الأضعف يأمرهم، أو أنه لا، هذه النادي مثلا هالمعسكر تابع لواحد معقد نفسيا ودي يتشفى بولد الناس مساكين، هؤلاء ولد الخايبة جايبهم ويعذب بيهم. هذا بمستوى، هذا قدر تفكيره. ليش؟ لأنه هو من دخل إلى ذاك المعسكر، طبعا أشجار ومكان جدا فاخر وجيد وجميل، تصور منتجع سياحي، من يدخل الإنسان إلى هكذا مكان وما يعرف أنه العنوان هنا عنوان تدريب لضباط قوات خاصة لازم يسقلون وقابلياتهم تتفعل ويصير عندهم حالة من قوة النفس والجسد والكفاءات حتى يقدرون يوصلون إلى الرتب في نهاية المطاف. المثال الآخر، كمن دخل إلى مستشفى للجراحة أيضا خالي الذهن وشاف تدرون بعد غرف العمليات مشارط وموس وآلات ومباضع، وتشوف دماء سائلات، وهنا كل يد تستأصل، وهناك معدة يقص منها، وحالات وحالات. أو بغرفة أخرى شاف أكو فرد أجهزة كهربائية تسلط على صدر مسكين، وهذا المسكين يقوم وينتفض. نفس الكلام بنفس السذاجة، شنو راح يقول؟ يقول هنا ماذا، سجن للتعذيب. ليش؟ لأنه بالأخير ما محدد هوية المكان حتى يحدد أبعاد وطبيعة ما يراه ما تراه عينه. لذا هذا لازم ينتقل إلى قضية معرفة ما بنيت عليه هذه الأماكن. هو منتجع سياحي، إذا منتجع سياحي صحيح هذا ما يصير، هذا خراب، هذا إفساد، هذا شر، هذا تعذيب، هذا تنكيل. أما إذا نادي ضباط فلا، هذا مكان للتأهيل ولإكساب الخبرات المعمقة والوصول إلى الصلابة المطلوبة. إذا مستشفى فهذا وإن كان في ظاهره فيه ألم، فيه دماء، فيه استئصال، لكنه لدفع المحذور الأكبر. ومن ثم هذه الفكرة من أن هذه النشأة التي نعيشها هل في حقيقة الأمر هي هي ولا شيء سواها انتهت؟ ثانيا، ما نراه من آلام هل يصنف في كونه شرا؟ ثالثا، إذا هذه النشأة نصنفها نشأة دار راحة واستقرار شيء، وإذا كانت مزرعة أو معسكر تأهيلي إلى نشآت أخرى فشيء آخر.